هاي مدام جميلة، ألف سلامة على كريم. أنا لما كلمت ياسمين وعرفت إن هو عيان وإن هما كمان لوحدهم قلت لأ، كيمي لا يمكن تسيبهم لوحدهم أبدا. يا حبيبتي لأ، خدي راحتك خالص، البيت بيتك، ولو هتبيتي كمان في بيجامات عند ياسمين، البسي منها. يا رب تخشي فيكي يا كيمي. بعد إذنك، بعد إذنك، هدي التليفون بعد إذنك. ألو ألو، أيوة يا كيمي، أيوة يا كماليا، إيه اللي جابك البيت؟ مين اللي إداكي النمرة؟ خرب بيتك يا شريف. والله انا من رايي تلحق بسرعه علشان تروح، عشان تلحق الست كيمي بتاعتك حبيبه القلب. اتفضل وردك. وردو، خد كمان كارتك. الله الله، اتفضلي متعي نظرك وقري. الف سلام عليك، خد بالك من نفسك كيمي. انا فاهمك كل حاجه، نروح بس. الظاهر ان فعلا كل الرجاله اندالي. استني بس، استني بس، انت رايحه فين؟ يعني بتعملي زي العيال الصغيره وكل شويه تغضبي وتخش على الاوضه. استني، بنتكلم، نروح البيت نتكلم براحتنا. ايوه طبعا لازم تروحي معايا جميله البيت عشان تتكلمي معاه انت وهو وكيمي. يا حمادي، يا حمادي، خليكي محضر خير بعد اذنك. كلمه واحده هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. حمايه، ما تقول حاجه حمايه. والله يا ابني انا عبده، انا قلت رايي بصراحه. اتفضل من غير ما ترود، الباب يفوت جمل، ورينا عرض كتافك. معلش بقى حماتي، انا اسمع الكلام ده من جميله. اطلع بره يا عبد العزيز. ماشي يا جميلة، بتطرديني؟ جميلة، يا جميلة، يا جميلة، رد عليا يا جميلة. مالك يا حبيبي، تايه ولا ايه؟ خش يا ست جوه. يا جميلة، 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 رد عليا احسن لك يا جميلة. مش ده اخت جوز جميلة بنت سكينة؟ او النبي باين هو وقرشينه. جلاه يا اخويا، هو انت اتطلقت ولا ايه؟ ما تخليكي في حالك انت وهي يا ست، انت خش جوه. يا جميله، رد عليها احسن لك يا جميله. يا زيزو، سايبه عمك عبده بيتصل لك ببوليس النجده. وصلت للبوليس يا حماتي؟ عموما خلي جميله تكلمني. خدها من قصرها وبلاش فضايح واتفضل روح. خلي جميله ترد عليا وبلاش فضايح. الفضايح انت اللي عاملها، بتجري ورا عيله قد ولادك. اوبا، لا 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 لا، مالكش حق، اخس عليك يا عبد العزيز. طب دي جميله حلوه ونخشه. هي وصلت لنخشه؟ خش انت وهي جوه. شايفه الفضايح؟ انت اللي عامل فضايح. يلا بقى اتفضل، ورينا عرض كتافك، ورينا سكتك الخضره. ماشي يا حماتي، ماشي ماشي يا جميله، انت سامعاني؟ ماشي افندم. لا، واضح ان انا دخلت شقه غلط، بس احلى غلطه في الدنيا. حضرتك عايز مين بالظبط؟ انا بعد ما شفتك ما عدتش عايز حاجه، خلاص كده اتعشت، قضيت يعني. ده جد يا كيمي؟ اه سوري، ما اعرفش حضرتك. اتفضل اتفضل. آه. اسمك كيمي؟ انا لو قلت لك يا كيمي ممكن يغمى عليا. اسمي كاميليا يا انكل. انا عن نفسي حولك يا كيمي، لاني لو قلت لك يا كاميليا ممكن تجيلي سكته قلبيه. وانت بقى قريبتهم ولا جارتهم؟ يا ريت تبقي جارتهم. دي زبيلة ديته في البنك يا جدو. البنك، يا عيني على البنك وسيرة البنك وظلم البنك لكل اصحابه. جدو. انا ايه؟ جدو جدو جدو، ماليش اسم اتنادي بيه ولا ايه يا انسه كيمي؟ مش انسه برضه؟ ايوه يا انكل. لا، ده احنا ليلتنا عنب بعون الله. طب جدو، ممكن تيجي معايا الاوضه ثواني عشان عايزاك في حاجه مهمه؟ حاضر. وبعدين هسيبك براحتك. دقيقه واحده هشوف عايزه ايه وارجع لك على طول. اتفضل. اوعى تمشي، ازعل. حاضر. يلا. انا شايف ان انتوا تقعدوا تتكلموا مع بعض لوحدكم، اذا ما كانش عشان خاطره هو يبقى عشان خاطر عيالي بنتي. اسمع يا عبدو، انا شايفة ان الكلام بينا وبينه خلاص خلص، واذا كان على عيال، العيال كبروا ويقدروا يعتمدوا على نفسهم. كلامك صح، بس انا شايف برضو ان هو خرج من عندنا هنا بفضيحة. يستاهل، هو اللي جابه لنفسه،
علشان يتأدب ويتربى ويعرف قيمة بنتنا. خلاص إن شاء الله هتكلم معاها أنا ويجي لحد عندك يستسمحك ويعتذر لك كمان. إيه؟ إيه يا عبدو؟ يعتذر لها على إيه؟ هو كسر طبق من النيش فيعتذر لها؟ ده خانها يا عبدو، فاهم يعني إيه؟ خان بنتك. أيوه بس الخيانة لم تثبت بالدليل القاطع. الله 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 الله، يا ما شاء الله، هو أنت خلاص بقيت المحامي بتاعه؟ أنا شايف يا ستي. أنا شايف إن أنا عايزة أقعد لوحدي شوية يا جماعة، عن إذنكم هدخل الأوضة. صح، اقعدي كده يا بنتي وفكري، إن شاء الله هترجعي لبيتك. ولما ترجعي بيتك إن شاء الله هتلاقي كاميليا بتفتح لك البيت، وهتلاقي ولادك ياسمين وكريم بيقولوا لها يا ماما كاميليا. أنا مش فاهم حاجة، يعني أحمد السقا ده متجوز؟ أيوه يا جدو متجوز. طيب عايز يقابلك ليه؟ عشان أمثل معاه في فيلمه الجديد. يا سلام، يعني أحمد السقا هيسيب منى زكي ويسيب هند صبري ويسيب غادة عادل ويجيبك انتي. بلاش يا ستي كل دول. فلقة القمر الشكل الأسطوري اللي بره دي هيسيبها ويجيبك انتي. ايه جدو انت معايا ولا معاهم؟ معاهم طبعا. وبعدين عايز اعرف ايه المطلوب مني بالظبط قبل ما كيمي تمشي، وانتي عارفه الواحد كل فين وفين ما بيلاقي حاجه عزيزه. هقول لك يا جدو، بكره انا عندي ميعاد الصبح عشان اروح له التصوير، وانا والله العظيم ممكن اعمل حاجه في نفسي لو بابي رفض اروح. طيب انتي قلتي لباباكي ورفض؟ لا بس انا عارفه ان هو هيرفض. بابايا بقى وانت عارفه هيرفض من غير حتى ما يسمعني، شغل ابهات. ايه شغل ابهات يا بنت انتي؟ ده باباكي مهما كان. ما انا عشان كده كلمتك يا جميل، ده المثل بيقول عايز تهده هات له جده. خلاص سيبيلي انا الموضوع ده وانا هتصرف واخديه يوافق انك تروحي. بجد يا جدو؟ يعني مش هيقعد بقى يقولي ما عنديش بقى تمثل والجو الخنيق ده؟ بقولك ايه؟ ابوكي وهو شاب صغير ظبطته مره بيكتب جواب لإلهام شاهين وبيقول لها انه مستعد يسيب البيت لو وافقت تتجوزه. يعني بوفي كان مو كان مجنون زي؟ نفس الدماغ الجزمه. الحمد لله على السلامه يا زيزو بيه. بقول لك ايه، انا مش ناقصك دلوقتي. انا عايزك في حاجه بس. خير؟ انا قطعت في قطر 6 الصبح ونازل البلد ايه اطمن على العيال وامهم يعني. ايوه ايه المطلوب مني يعني؟ لا مش مطلوب منك حاجه، تاخد بس بالك من العماره عبال ماجي يعني. يعني عايز نقف مكانك يعني؟ مش قصدي يا استاذ زيزو، بس في ناس بتطلع العماره مش ولا بد يعني. مش ولا بد ازاي؟ من ساعتين ثلاثه كده واحده طلعت ايه مثيره للجدل ومثيره للريبه تمام، وزي لقط القشطه، وباقي لها 3 ساعات ما نزلتش، واني هموت واطلع اشوف، هموت واطلع واشوف هي راحت فين يعني. لا دي كاميليا يا سيدي طالعه تقعد مع الولاد عشان قاعدين لوحدهم. وكاميليا دي تجرب لك ايه؟ كاميليا يا سيدي انت مالك انت؟ انت بتكلمني كده ازاي؟ في ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ زيزو انت مراتك تفشل، والست كاميليا دي ست حلوه والشيطان قادر وله ألف صوره زي ما قال الشاعر علي الحجار. انت هتعمل لي صوت الضمير يالا، انت مالك انت ومال حاجه زي كده؟ مالكش دعوه. ماشي ده نابع بس من تجاه مسؤوليتي ناحيه العماره، وانا بقى من مسؤوليتي ناحيتك لو ما سكتش هقتلك، فاهم ولا لا؟ مش هينفع تقتلني يا استاذ زيزو. ليه؟ ليه؟ لاني قلت لحضرتك ان انا قاطع في قطر الساعه 6، ولو قتلتني التذكره هتروح علي. ولا يهمك، اديك ثمن التذكره واقتلك براحتك. اوه لو ما طفينا النور كده ليه؟ ليه؟ اطفي النور يا زيزو، تعالوا طفي معانا الشمع. شمع ايه؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Aliwa. Happy birthday to you. كل سنة وبابا حضرتك طيب يا أستاذ عبد العزيز. ده بمناسبة إيه؟ عيد ميلادك النهاردة؟ تصور يا زيزو، كيمي عرفت ان النهارده عيد ميلادي، اصرت تعمل لي احتفال. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلادك انت؟ انت مش عيد ميلادك في ديسمبر يا بابا وعملناهولك؟ لا ده ديسمبر حسب التقويم الميلادي، النهارده عيد ميلادي بالتقويم الهجري. طب التقويم الهجري احنا في شهر ايه بالظبط يا بابا؟ يعني رمضان. رمضان فعلا، وده السحور،
قول لجدك احنا في شهر ايه هجري؟ ربيع الاخر يا جدو. لا ربيع الاخر ده مش شهر، ربيع الاخر ده مسلسل بطولة يحيى الفخراني والهام شاهين. خلي بالك يا زيزو الهام شاهين. خلاص ماشي يا بابا، ماشي ماشي فعلا كان تقويم مختلف فعلا. كل سنة وانت طيب يا بابا، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. يلا كل سنة وانت طيب. شكرا. ايه استني، الله كيمي اتأخرت وهتبات هنا الليل. لا 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 كيمي ما ينفعش تبات برا البيت، بابي يقفش. وبابي بيقفش على الساعة كام بقى؟ يعني خلاص انا هوصلك في سكتي. خلاص اوكي، يبقى انا بقى ادخل اطمن على كريم واجيب شنطتي واجي.